السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. وصفتنا اليوم طريقة عمل الكليجي الديرية، أكيد الكل يعرفها وأكيد الكل مجربها، ولكن طريقتنا اليوم مختلفة وبطريقة سهلة وجديدة. وهي الوصفة إهداء مني لكل المغتربين والمبتدئين وستات البيوت الجدد. طريقة عمل الكليجي بأسهل وأسرع طريقة. الكليجي الديرية وصفة من الحلويات المميزة يشتهر فيها أهلنا بدير الزور وأخواننا في العراق. خليكم معنا نشاهد الفيديو سوا ونستعرض المكونات وطريقة التحضير. وبالأول حطونا لايك وما تنسون تشجعونا. المكون الأساسي لهذه الوصفة آلات أو حوايج الكليجي، هي يلي تعطينا الريحة الشهية والنكهة اللذيذة بالكليجي. ومن الضروري نستخدم الكوب نفسه لمقياس جميع المكونات اللي عندنا. أول خطوة نبدأ فيها ننخل الطحين بشكل جيد بهذا الشكل. عندي 4 أكواب من الدقيق، ونحتاج إلى 1.5 كوب من السكر، و0.5 كوب من الزيت، و1 كوب من اللبن أو الحليب، ونحتاج إلى تقريبا 0.5 كوب من السمنة، والماء حسب حاجة الدقيق، ونحتاج كمان إلى 2 ملاعق من الخميرة الفورية، وملعقة كبيرة ملعقة طعام من الكربونات. هاي المقياس الملعقة الكبيرة. ونحتاج كمان إلى 2 ملاعق من حبة البركة و2 ملاعق من آلات أو حوايج الكليجي. ونحتاج كمان إلى 3 ملاعق كبيرة من السمسم الأسمر المحمص والنظيف. ونحتاج كمان مثل ما قلنا إلى 4 أكواب من الدقيق المنخول وملعقة صغيرة من الملح. نحتاج كمان إلى قليل من الجوز المجروش، هذا اختياري، وإلى 1 ملعقة صغيرة من الملح. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. نحتاج إلى أي طبق يكون عميق بهذا الشكل. نضيف أولا 2 ملاعق طعام من الخميرة الفورية، و1 ملعقة من السكر، و0.5 كوب من الحليب أو اللبن، ونضيف قليل من الدقيق، ونخلط المكونات ونغطيها ونتركها تقريبا 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة، ونكمل وصفتنا إن شاء الله. هاي المقادير أعزائي تساوي صينية كليجي، أما إذا بدك أكثر بدك تضاعفي المقادير. والآن بدي أضيف 0.5 كوب من الزيت النباتي، ونضيف كمان 1.5 كوب من السكر، وأهم شي أعزائي مثل ما حكينا إنه نفس الكوب نستعمله مقياس لجميع المكونات. ونضيف 1 كوب من الحليب الدافئ، ونخلط المواد السائلة بالملعقة بهذا الشكل. ونضيف كمان ما تبقى من الدقيق أو الطحين، ونخلط المكونات. وصفة كثير كثير سهلة، ما بدها فرد بالشوبق ولا بدها قالب تساوي فيه الكليجي. امس ما تيجي على بالك تقومي تساويها وبكل سهولة. ولا بدي اضيف
حبة البركة أو حبة السودة، ونضيف السمسم المحمص أو الأسمر، ونضيف كمان حبات من الجوز المجروش أو عين الجمل، ونضيف آلات الكليجة أو حوايج الكليجة، هي يلي تعطي الريحة القوية للكليجة، وتتكون من القرنفل، جوزة الطيب، والقرفة، والهيل، هي تعطينا الريحة القوية للكليجة. نضيف ملعقة صغيرة من الملح بالمرحلة الأخيرة حتى ما يشد عندنا العجين، ونضيف كمان ملعقة طعام كبيرة من الكربونات، ونلم العجين بهذا الشكل. الماء حسب الحاجة وحسب حاجة الدقيق، ممكن ما نحتاج للماء. نضيف السمنة أو الزبدة بالمرحلة الأخيرة حتى نحصل على عجينة لينة وعجينة ملسة وناعمة. نلم العجين بهذا الشكل ونعجن. عجينة الكليجة ما بدها عجن كثير، نلمها ونعجنها بهذا الشكل، وهيك صارت عندنا العجينة جاهزة ولينة بهذا الشكل. العجينة بدها نكون كريمين بالزيت والسمنة. نضيف على وجه العجينة قليل من السمنة ونغطيها ونتركها تقريبا نص ساعة. صينية الفرن أدهنها بالسمنة وأرش قليل من الدقيق حتى ما تلتصق الكليجة. وهلأ بدي أحضر بيضة أضيف لها قليل من القرفة لإزالة الزنخة، وملعقة صغيرة من السمسم، وملعقة صغيرة من حبة البركة، وأخفقها حتى أدهن فيها وجه صينية الكليجة. العجينة جاهزة ما شاء الله، بعد نص ساعة اختمرت وتضاعف حجمها. أكورها بهذا الشكل وأفردها بالصينية بشكل متساوي. العجينة لينة ما شاء الله وتنفرد معانا بكل سهولة. ندهن الوجه بالبيض وحبة البركة والسمسم وقليل من القرفة أو الدارسين لإزالة زنخة البيض. قطعها بهذا الشكل، ما قطعها تقطيع عميق بهذا الشكل، حتى لما تستوي ما تتكسر معي أثناء التقطيع. شغل الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 من الأسفل ومن الأعلى. نضع صينية الكليجة في وسط الفرن، ونزين قطع الكليجة بقليل من حبات الجوز. نضغط بالشوكة أو السكين على عجينة الكليجة حتى تستوي بسرعة، حتى ما تنتفخ كثير. نغطي العجينة تقريبا ربع ساعة ونضعها بالفرن. هاي الكليجة جاهزة ما شاء الله، دقائق وتستوي. وصفتنا جاهزة اليوم، الكليجة الديرية بالصينية بأسهل وأسرع طريقة. صينية الكليجة شقرت شوي من الأعلى، وراح نقطعها. تتقطع بكل سهولة وما تتكسر معانا لأنها مقطعة مسبقا. ريحة الكليجة شهية ما شاء الله، ومنظرها كثير روعة. بتمنى تعجبكم الوصفة وتعجبكم طريقتي وتجربوها. وهذا شكل الكليجة الأخير، منظرها شهي وريحتها شهية كثير. راح نشوفها من الداخل، شهية ومقرمشة وهشة، وما هي معجنة. ممكن نغطيها بقطعة من البلاستيك المطبخ، أو نحتفظ بها بحافظة الطعام حتى ما تنشف معانا. وإضافة حبات الجوز بداخل الكليجة يعطيها طعم كثير لذيذ. بتمنى تجربوا الوصفة، وصفة كثير طيبة وسهلة.
أتمنى يعجبكم الفيديو، تعجبكم طريقتي، وما تنسونا من دعائكم ومن اللايك وتعليقاتكم الحلوة، وإذا تشوفونا أول مرة تشتركوا بالقناة. وأطيب قطعة كليجة مع كاسة شاي ديرية، وصحة وألف عافية، وأشكركم كثير على المتابعة والمشاهدة، وأترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.